ينضم إلينا من موسكو مراسل الغد يوسف بيجار، وينضم إلينا من كييف مراسل الغد عامر العروقي. أبدأ معك يوسف، من تصريحات الخارجية الروسية، أمريكا وحلفائها على شفا صراع نووي مع روسيا، ماذا عن أيضا التطورات الميدانية؟ صحيح، بداية بتصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم، التي حذرت من إمكانية وقوع صراع مسلح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وشركائها. هذا الصراع المسلح الذي وصفته زاخاروفا بأنه سيكون نووي، لأنها ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية وما وصفتهم بشركائها في أوكرانيا يلعبون دورا سلبيا ضد روسيا، يقومون ويواصلون الدعم العسكري غير المشروط للقوات الأوكرانية بأسلحة حديثة من شأنها أن تهدد أمن المدنيين في إقليم دنباس، ومن شأنها أيضا بأن تهدد الأمن الاستراتيجي لروسيا. هذه التصريحات في الواقع تحمل الكثير من التحذيرات، تزامنت مع إعلان بعض الخبراء بأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتقاسم معلومات دقيقة عن طريق صور الأقمار الصناعية لمنشآت عسكرية روسية، وقامت بتسليم هذه المعلومات إلى الجانب الأوكراني الذي قام في الكثير من المرات بقصف منشآت عسكرية روسية حتى داخل الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود. بعد كل هذه التطورات، تصرح اليوم المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الولايات المتحدة وشركائها يلعبون دورا سلبيا في أوكرانيا قد يتسبب في وقوع صراع مسلح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. هذا الصراع المسلح سيأخذ طابعا نوويا بحسب التصريحات الصادرة من المتحدثة باسم الخارجية الروسية. أما ميدانيا، تواصل وزارة الدفاع الروسية نشر البيانات الإعلامية التي تؤكد على استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. اليوم وزارة الدفاع الروسية قالت بأن الجيش الروسي استعمل منظومة صواريخ اسكندر آم، وقام من خلالها بتدمير صواريخ أمريكية الصنع مضادة للسفن في مقاطعة أوديسا. الدفاع الروسية قالت أيضا بأنها دمرت 4 مستودعات للذخيرة والسلاح عن طريق ضربات عالية الدقة في مقاطعة نيكولايف، وعن طريق سلاح الجو الروسي قام الجيش الروسي بتحييد أكثر من 180 مقاتلا مسلحا من طرف القوات الأوكرانية. الدفاع الروسي كشفت أيضا بأن مضادات الدفاع الجوية الروسية تمكنت من تدمير وإسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. ابقى معنا يوسف، ونتحول إلى كييف ومراسل الغد عامر العروقي. عامر، ماذا عن آخر التطورات الميدانية في خيرسون والعملية العسكرية المضادة التي شنتها القوات الأوكرانية؟ نعم، في المجمل أهم الأحداث التي تشكلت خلال هذا اليوم هو ما تعرضت له مدينة نيكولايف فجر هذا اليوم، حيث تعرضت إلى عدة هجمات صاروخية وصل حدها إلى 20 ضربة صاروخية، استهدفت معظمها المدينة في الداخل وبعض الآخر استهدف أبنية سكنية، جرح على إثرها 11 شخصا. كذلك جاءت هذه الضربة فجر هذا اليوم بعدما تعرضت مدينة خرسون وتحديدا مدينة نوفيا كاخوفكا المستودع الأسلحة إلى ضربة صاروخية من قبل الجيش الأوكراني، حيث قالت قيادة عمليات الجنوب أنها استهدفت مستودعا للذخيرة في هذه المحافظة في محافظة خرسون. أيضا تحاول القوات الروسية صد هجوم مضاد تقوم به القوات الأوكرانية منذ أيام في محافظة خرسون، لكن الجديد في هذه العملية هو إعلان الرئيس زيلينسكي إلى وزير دفاعه بتحرير المناطق الساحلية، ويقصد بالمناطق الساحلية هي مدينة خاركيف وزاباروجيا وأجزاء من مناطق نيكولايف التي تسيطر عليها القوات الروسية. كذلك في منطقة خرسون وتحديدا في مدينة ميليتوبل، قبل أيام قصفت القوات الأوكرانية أيضا قاعدة مهمة للجيش الروسي تسيطر عليها بهذه المنطقة. فقط أريد أن أنوه لما حدث في الشرق أيضا، حيث قال عمدة مدينة تشيسوفيار بأن عدد الضحايا ارتفع إلى 37 قتيلا،
في القصف الروسي الذي استهدف مبنى سكنيا شاهق قبل أيام. أيضا في الشرق مدينة خاركيف تحديدا تعرضت ظهر هذا اليوم إلى قصف صاروخي نتج عنه إصابة عدد من المواطنين في هذه المدينة. تحديدا في مجمل الأحداث أيضا ما تعرضت له معظم المدن الأوكرانية، حيث دوت صفرات الإنذار من تشيرنيهيف في الشمال إلى نيكولايف في الجنوب، ومن الفوف في الغرب إلى خاركيف في الشرق. نعم، ابقى معنا عامر. وينضم إلينا من واشنطن سهيل الشاعر مراسل الغد. سهيل، يبدو أن إيران دخلت واندمجت في الأزمة الأوكرانية بشكل فاعل. واشنطن تقول إن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة. ما التفاصيل سهيل؟ نعم، هذا الخبر جاء على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس في البيت الأبيض، وقال فيه أن إيران قد تكون زودت بالفعل أو على وشك أن تزود روسيا بالمئات من المسيرات المقاتلة التي يمكنها إطلاق صواريخ أو إلقاء قنابل على مناطق مختلفة. وهذا النوع من المسيرات هو الذي تستخدمه إيران في مناطق مختلفة، سواء في مياه الخليج العربي أو تزود به جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان وسوريا. ويعد ذلك يعني نقطة تحول في هذا الصراع الدائر في أوكرانيا. وتشير الولايات المتحدة إن إيران بدأت بالفعل عمليات تدريب للمقاتلين أو للجيش الروسي من أجل تدريبهم على استخدام هذا النوع من المسيرات. الولايات المتحدة ترى أن هذا يمثل خطر كبير، وأنها كانت بالفعل الولايات المتحدة كانت تشعر بالقلق من تطوير إيران هذا النوع من المسيرات، والآن هناك تطبيق فعلي لهذا النوع من السلاح سوف يتم استخدامه في الحرب الدائرة في أوكرانيا. ولذلك في الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من مما سيسفر عنه استخدام الجانب الروسي لهذا النوع من المسيرات، وكيف سوف يؤدي إلى تغير نمط المعارك الدائرة في أوكرانيا. نعم، ابقى معنا سهيل. وينضم إلينا من اسطنبول علام صبيحات مراسل الغد. علام، هناك اجتماع تركي روسي غدا في اسطنبول لبحث أزمة تصدير الحبوب. ما التوقعات وما الذي يدور حول هذه الأزمة، وهل سيتم الحديث على الناحية السياسية، الناحية الإنسانية والأزمة الإنسانية فقط وما يتعلق بالغذاء وأمن الغذاء، أم سيتم التطرق إلى الحديث عن الأزمة السياسية أيضا ومحاولات لتقريب وجهات النظر؟ الحديث يوم غد في الاجتماع الذي سيجمع الوفدين الروسي والتركي، بالإضافة إلى انضمام وفدين من روسيا، من أوكرانيا ومن الأمم المتحدة، سيقتصر تحديدا على ما يتعلق بتصدير الحبوب وإنشاء الممر الآمن في البحر الأسود. هذا الاجتماع سيناقش بالتفصيل هذا الأمر ومخاوف كل طرف من الأطراف الرئيسية، تحديدا روسيا وأوكرانيا، ومطالبهما والضمانات التي يطلبها كل طرف من هذين الطرفين. يعني سيركز على هذا الملف على وجه التحديد من وجهة النظر العسكرية والأمنية، لأن كل الملاحظات المتعلقة بإنشاء الممر الآمن في البحر الأسود وتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية جنوبي أوكرانيا هي قضايا تتعلق بالجانب العسكري والأمني على وجه التحديد. إذا ما تحدثنا عن حماية السفن الذاهبة للموانئ أو الخارجة منها باتجاه البحر الأسود ومضيق البسفور وصولا إلى جنوبي مضيق البسفور وانطلاقا إلى العالم، أو حتى قضايا أخرى تتعلق بإزالة الألغام الموجودة في المناطق القريبة من الموانئ الأوكرانية، والتي تتهم بخصوصها موسكو، تتهم كييف بأنها هي من نشرت هذه الألغام البحرية في هذه المناطق من البحر الأسود، بالإضافة إلى موضوع المخاوف لدى الجانب الروسي على وجه التحديد المتعلقة تحديدا بضرورة ضمان عدم نقل الأسلحة أو المقاتلين عبر البواخر أو السفن التجارية القادمة إلى الموانئ الأوكرانية من جهة، وثانيا
المخاوف الروسية بخصوص عدم السيطرة من أي طرف كان على السفن التجارية أو سفن الحبوب تحديدا الروسية التي تصل إلى المياه الدولية بعد أن تنطلق من المياه الإقليمية الروسية باتجاه البحر الأسود. هذه القضايا كلها ستناقش بالتفصيل يوم غد. هذا الاجتماع سيكون الاجتماع الثاني لهذين الوفدين العسكريين التركي والروسي. الاجتماع الأول كان قد عقد في الأول وفي 21 من الشهر الماضي حزيران، وهو بناء على إعلان الجانب التركي عن تشكيل خط اتصال أحمر كما أسماه وزير الدفاع التركي بين هذه الأطراف الأربعة المشاركة وهي تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تحديدا بخصوص هذا الملف، تصدير الحبوب والمنطقة الآمنة أو يعني المعبر الآمن في البحر الأسود. أنوه بعجالة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث يوم أمس خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيسين الروسي والأوكراني حول هذا الموضوع، قائلا أنه يجب أن يحصل أي تقدم مهم في هذا الملف، ملف تصدير الحبوب. والجانب التركي يقول أنه سيتخذ كل ما لديه من إجراءات وخطوات من أجل تحقيق تقدم يذكر بخصوص هذا الملف الذي بات يهم أزمة الغذاء على مستوى العالم ولا يقتصر فقط على هذه الأطراف الأربعة أو على روسيا وأوكرانيا فقط. نعم، علام صبيحات مراسل الغد كنت معنا من اسطنبول، سهيل الشاعر مراسل الغد كنت معنا من واشنطن، عامر العروقي مراسل الغد كنت معنا من كييف، ويوسف بيغار كنت معنا من موسكو. شكرا جزيلا لكم.